فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام يقرأ في الركعتين يقرأ بآيتين من سورتين، إذا كان الإمام يقرأ في ركعتين آيتين من سورتين مختلفتين ولكن الموضوع واحد، هل يجوز هذا؟ لا يمكن أن يكون الموضوع واحد بين آيتين، موضوع واحد تماما ما يختلف، ما أظنه يمكن هذا، لازم يكون فيه اختلاف بين الآيتين. نعم، لكن قد يتشابهان. نعم يتشابهان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.